بسم الله. سلام سلام سلام. شمس شمس شمس، من الله غالب، وانا نحب الشمس، وهذا البلان دو ترافاي بتاعي. ان شاء الله نشوف لي ميساج، خاطر فيسع فيسع هذايا راهو فيديو مختصر على الاخر على النفقه. احنا هذايا فواح في حمامات يقولوا له النفقه، خاطر انا تو باش نعمل كمونيه باش نفوح اللحم، واوبليغاتوارمون يلزمني النفقه هذيا. انا عندي شويه محضرته، حبيت جوست نشارككم بها باش كي نقول النفقه تعرفوها شنو هي، ما نقعدش نعاود. انا جايبه والله هذايا ما شاء الله عنده قدس، اما انا هاكا قبل ما نستعمله مثلا نخرج نشمسه، كي تبدا شمس كيما هكا. هذايا شوش الورد، ما نحكي لكمش شوش الورد شايع، تاخذوه من عند معناتها العطار. بتاتر ساعات يبدا مقطوع ولا حاجه ما نعرفش، انا تو ما عنديش درايه. المفيد ناخذ شوش الورد يبدا مشمس، والا كوشه طافيه نسكر عليها ونحطه معناتها ونعس عليه على الاخر جوست يشيح معناتها كاهو باش يبدا يقروش، ونحطه في كل مولينيكس كل مولام تاع الفلفل الاكحل نرحيه. قد الفلفل الاكحل قد الشوش، قد الفلفل الاكحل. تحبش تعمل حكه قد هذه يزي بركه. سلام البنات، سامحوني راني مراش مليح الميساجات، خاطر شمس فيديو فريمون تاع 2 مينوت على النفقه نتاع الحماميه. اكيد كل واحده كيش تعملها معناتها، انا نحكي لكم على طريقتي الله يرحمها جدتي كيف هي هكاكا. تحط قد الشوش ورد مرحي وفلفل اكحل لاخواتنا الجزائريات والكل. فلفل اكحل كعب تنظفه وترحيه كيف كيف، هاك فلفل اكحل انا ناخذ فيه من عند ادونيس البنات في كندا، ما غير ما نقعد نرحي هذايا ساعات نحطه في كل ماكينه كلي باش تهروش لي الفلفل هذاك علي ناخذ فيه معناتها كاهو. سينو ناخذ فلفل الاكحل حاضر مرحي، باش الشوش هو اللي ريقلو. القرفة زادة عودة تنجم تاخوها وتنحيها، مش كيما انت في تونس ولا في بلاد اخرى، لهنا ناخذ فيها معناتها كنعبي الحكه نتاعي والباقي نخليه، وساعات ناخذ شويه برك باش ما يفسدليش. نقول يزي ماذايا خاطر نعمل بيه الحلويات، ساعات خذيت برشا. باه هذيك هي كانيل، كانيل مرحيه. كانيل هي اقل حاجه تحطها، تحط قد الشوش ورد قد الفلفل اكحل. هذايا ناقص فلفل اكحل اون ديري، امانه خاطر ما نحبش نوفيه الفلفل اكحل صافي، حب معناتها نخلي منه صافي. ساعات نحط ونزيد الفلفل الاكحل، ما تتبعونيش انا هكاكا مستانسه بالمدردر باش ندردر باش راسي يركح، ما كلشي ما نفهمش بسبب القدا وبالتنظيم. ومن بعد تزيد تنجم على الوحده هذيا زيد 4 مغارف قرفه، يعني هذه كل عليها 4 مغارف هكاكا، معناتها ما تكثرش القرفه فقط، وتحروديهم هاكم مسخه الحكه افضحوني. حروديهم وهذيك النفقه نتاعك على روحك. هاو عندي انا تويك اللحم، باش نفوح اللحم باش نفوح شويه كبده، وكل قدير وقدر، وما عندكش كبده سي با لا بين. انا قبل نعملها حتى ببواترين دو بو دو شو اسمه دو بولي، تعملها بكل الافخاض نتاع الداند. يا ولدي اكذب عليهم، عمل لهم سوس وقول لهم كمونيه، ماهيش مشكل. المشكله في التفويح وفي البنه وفي الجو وفي كل شيء، كل مره كاش تصادف. هاو شنوريكم انا من بعد، باش نحل لكم الكمونيه. سلامة توتالوغ، بسم الله.